أهلا بكم. تصدرت قضية المخطوفين التركيين واجهة الاهتمام، وفي قداديس الأحد وعظاته إدانات لعمليات الخطف. فمن المروج وصف الكاردينال الراعي الأمر بالمشين والمسيء للبنان، وقال للمسؤولين في الدولة اللبنانية إنه كفى استهتارا بالأمن ومصالح الناس واحترام الغرباء، وطالب بالإفراج عن المخطوفين التركيين، وجدد المطالبة بالإفراج عن اللبنانيين المخطوفين في أعزاز والمطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم والكهنة الثلاثة المخطوفين في سوريا، مقيما الصلاة على هذه النية. الراعي عرج في العظة على الوضع السياسي، فانتقد التأجيل الذي يطاول كل مؤسسات الدولة، الأمر الذي انسحب أيضا على عظة المطران حبيقة في قداس زحلي والذي حضره العماد ميشيل عون. أما الدولة اللبنانية المتأهبة بحثا عن المخطوفين، فتحدث وزير داخليتها عن خاتمة سعيدة لقضية الطيارين، في حين نفى وزير خارجيتها طلب السفارة اللبنانية في تركيا من الرعايا اللبنانيين هناك مغادرة البلاد. وللوقوف على المزيد من التفاصيل معنا مباشرة عبر الهاتف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور. معالي الوزير أهلا بك. أهلا فيك. معالي الوزير، إذن لا صحة من الأساس لخبر إجلاء اللبنانيين الموجودين في تركيا. صحيح، الخبر الذي نشر اليوم في أحد وسائل الإعلام من أن طائرة ستقل اللبنانيين الموجودين في تركيا لا أساس له من الصحة. وقد أجريت اليوم اتصالا مع سفير لبنان في أنقرة منصور عبد الله، وأفادني أن لا أساس لهذه المعلومات. نعم معالي الوزير، هين الخبر لا أساس له من أصله، أم أنه قد يكون ربما هناك استياء تركي تجلى بطريقة معينة، خصوصا وأن هذا الاستياء التركي برز بمنع الأتراك من المجيء إلى لبنان وطلب المغادرة من الموجودين فيه، وأيضا ما تم الحديث عنه عن تحضير لسحب العناصر من الكتيبة العاملة في اليونيفيل؟ لا، فيما يتعلق بتركيا نحن نتفهم الدوافع التي حدث بتركيا أن تطلب من رعاياها مغادرة لبنان، لأن طيارين تعرضا لعملية الخطف. أما فيما يتعلق بسحب بعض العناصر للقوات الهندسة العاملة في اليونيفيل في جنوب لبنان، فهذا القرار اتخذ يوم 6 من هذا الشهر، يعني أي قبل حادث عملية الخطف. لأي أسباب اتخذ يعني؟ لأسباب لوجستية، لأسباب يعني تركيا رأت أن تسحب بعض العناصر العاملة في مجال الهندسة التابع لليونيفيل، ولكن هذا القرار لا علاقة له بعملية الخطف. أما فيما يتعلق بالرعاية اللبنانيين الموجودين في تركيا، ليس هناك أي إجراء اتخذ من جانب السلطات التركية حيال هؤلاء اللبنانيين. اللبنانيون موجودون اليوم بصورة طبيعية، إما عن طريق السياحة وإما عن طريق مزاولة الأعمال. نعم معالي الوزير، وزير الداخلية تحدث عن خاتمة سعيدة لقضية المخطوفين التركيين، هل حضرتك في جو معطيات إيجابية في التحقيقات الجارية يعني في هذا الموضوع؟ يعني أستطيع أن أؤكد أن السلطات الأمنية المختصة اللبنانية يعني تبذل كل ما بإمكانها من جهود من أجل توصل إلى خاتمة سعيدة ومعرفة الخاطفين وعملية إطلاق سراح الطيارين. شكرا لك معالي الوزير. نفى رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت الخبر الذي أوردته بعض وسائل الإعلام اليوم عن إرسال طائرة خاصة لشركة الميدل إيست إلى تركيا لنقل اللبنانيين من هناك إلى بيروت بعد خطف قائد الطائرة التركية ومساعده وبسبب مضايقات تعرض لها اللبنانيون هناك. وقال الحوت إن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وأن شركة الميدل إيست تسير رحلاتها النظامية بمعدل رحلتين يوميا إلى اسطنبول والساحل التركي، وهذه الرحلات تسير بالتالي بشكل عادي وطبيعي. بدوره نفى المدير العام للطيران المدني دانيال الهيبي الخبر، وأكد أن رحلات طيران الشرق الأوسط العادية والنظامية تسير بشكل طبيعي دون أي تغيير، وأكد أن شركة الطيران التركية تسير رحلاتها إلى بيروت أيضا بشكل عادي.
إلى ذلك، كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل عن قرب التوصل إلى خاتمة سعيدة لقضية اختطاف الطيارين التركيين، وأوضح أن العمل يتم على تتبع حركة الاتصالات في الفترة التي سبقت وتلت عملية الاختطاف. ولفت شربل في حديث إذاعي إلى أن كل الأطراف الفاعلة على الأرض تساعد في تتبع خيوط العملية لتأمين الإفراج عن المخطوفين بما في ذلك حزب الله، ونفى المعلومات التي تحدثت عن طلب السفارة اللبنانية في أنقرة من اللبنانيين الموجودين على الأراضي التركية المغادرة فورا، لأن مثل هذا القرار يحتاج إلى اجتماع لمجلس الوزراء، واصفا العلاقات مع تركيا بالممتازة. ودعا شربل إلى التخفيف من التكهنات الإعلامية حفاظا على سير التحقيق لتحديد مكان وجود المخطوفين التركيين. قال البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في عظته في القداس الإلهي الذي تلأسه في كنيسة مارتأل المروج: نجد وبكل أسف أن لا قيمة لكلام الله لدى معظم المسؤولين عن الحياة العامة، فكل شيء عندهم مؤجل، تأليف حكومة جديدة مؤجل، إجراء الانتخابات النيابية مؤجل، وضع قانون منصف وعادل غاب، إصدار التعيينات الإجرائية والتشريعية غائب، البت في الأمور القضائية ومواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية ودرء الأخطار الأمنية المتأتية من تداعيات الأزمة في سوريا وتكاثر النازحين السوريين في لبنان، كل شيء مؤجل، وهذا يعني أن كلمة الله واقعة على الصخور. وتابع الراعي: ها بالأمس الأول يوسم الأمن اللبناني على طريق المطار بوصمة عار توسم وجهه وجبينه بخطف الطيارين التركيين بدقة وإتقان احترافي، فيما أمن الدولة غائب. وندد الراعي بشدة بعملية الخطف واصفا إياها بالعمل المشين والمسيء للبنان، وقال: ندينه ونقول للمسؤولين في الدولة اللبنانية إنه كفى استهتارا بالأمن ومصالح الناس واحترام الغرباء، كفاكم خلافات شخصية على حساب لبنان وشعبه، ونطالب بالإفراج عن المخطوفين التركيين، ونجدد المطالبة من هنا بالإفراج عن اللبنانيين المخطوفين في أعزاز والمطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم والكهنة الثلاثة المخطوفين في سوريا، ونصلي اليوم على هذه النية. وفي المعلومات المتداولة حول عملية خطف التركيين أن التحقيق يركز على معرفة هوية الأشخاص الذين نفذوا الخطف فجر الجمعة، وأن مجموعات عدة شاركت فيه من زاوية الرصد وتأمين الطريق للسيارتين اللتين أقلتا المسلحين الذين أنزلوا قبطان الطائرة ومساعده من الفان الذي كان يقلهما مع طاقم الطائرة. ورجحت مصادر أمنية أن يتم رصد الاتصالات الهاتفية التي جرت في ذلك التوقيت وفي تلك المنطقة علها تساعد في تعقب الخاطفين وبالتالي تحديد مكان احتجاز الطيارين التركيين، إضافة إلى معرفة ما إذا كان الخاطفون حصلوا على معلومات مكنتهم من ملاحقة طاقم الطائرة من داخل المطار حتى خروج أعضائه من حرمه. وفي الإطار نفسه، أوضحت أوساط رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة لصحيفة النهار أن الاتصالات التي أجراها مع الرئيس ميشيل سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي ثم استقباله السفير التركي إنان أوزلديز تمحورت حول سبل إطلاق المخطوفين التركيين سريعا نظرا لخطورة الحادث وتأثيره على لبنان سياسيا واقتصاديا، والتأكيد لتركيا أن الشعب اللبناني براء من الحادث ولا يتحمل تبعاته، وتاليا يجب حمايته من أي رد فعل يستهدف اللبنانيين من جراء ما تعرض له الطيار التركي ومساعده. أهلا بكم من جديد. جرت منذ بعض الوقت عملية تبادل المخطوفين بين آل المقداد وأهالي عرسال في مركز مخابرات الجيش في رأس بعلبك، حيث تم تسليم يوسف المقداد مقابل تسليم 12 شخصا من عرسال. أشار رئيس أساقفة أبرشية زحل المارونية المطران منصور حبيئة إلى أن لبنان يتحول من بيئة لها صفات مميزة ومن أرض مقدسة داسها السيد المسيح وزارها وأعطت القديسين الكثر على مر الأجيال، إلى أرض استقرارها مهتز ووطن مستقبله في خطر وحاله في وضع يستدعي غيرة كل المسؤولين عليه لإنقاذه وتأمين صموده في وجه الأنواء التي تعصف به، لأن الوقت استثنائي ولا مجال فيه للتنافس لتأمين مصالح خاصة، وإن كان يتوقع منها أن تصب في المصلحة العامة على أمد بعيد، بل المطلوب الإنقاذ أولاً
وبعد أن يتم إنقاذ السفينة لابد أن يتولى الدفة المنقذون قبل سواهم. ولفت خلال إلقائه عظة خلال قداس الأحد في كاتدرائية مرمرون بزحلة بحضور رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون إلى أن تفعيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية لا يحمل التأجيل، وكذلك ملء الشواغر في مواقع القرار المختلفة وقيام الدولة بأعبائها المالية وبالخدمات المطلوبة منها على كل صعيد هو السبيل الطبيعي لبعث ثقة المواطن بالمسؤولين عنه وللتفاؤل بيومه وغده. نفذت الجالية الكردية في لبنان اعتصاما أمام مكاتب الجامعة العربية لمناشدة المنظمات الحقوقية والدول العربية التحرك لوقف نزيف الدماء والمجازر بحق الأكراد المقيمين في سوريا على يد المجموعات الإرهابية التابعة لجبهة النصرة وغيرها من الألوية المنضوية تحت راية القاعدة. ويأتي هذا الاعتصام بعد تزايد العنف في هذه المناطق بعد سيطرة ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام على بعض هذه المناطق وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق عدد كبير من الأكراد. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات في بلاغ أنه توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب عن مكان تواجد أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرم تجارة وترويج المخدرات. ونتيجة للمراقبة والمتابعة الحثيثة التي دامت لشهرين قام عناصر من المكتب المذكور بمؤازرة قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي بناء لإشارة القضاء المختص، قاموا بدهمه قرب سفارة الكويتية وتمكنوا من توقيفه ويدعى خاء ميم مواليد عام 91 فلسطيني الجنسية، ضبط بحوزته قطعة من حشيشة الكيف وهوية مزورة، وتبين أنه يوجد بحقه 35 مذكرة عدلية بجرائم قتل وتجارة وتعاطي المخدرات وإطلاق نار، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص. أهلا بكم من جديد. قررت السلطات الأمريكية إعادة فتح أبواب جميع بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط وأفريقيا المغلقة منذ أيام عدة منعا لتعرضها لاعتداءات إرهابية محتملة، باستثناء سفارتها في صنعاء وقنصليتها في لاهور باعتبار أنهما الأكثر تهديدا. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين باساكي أنه سيعاد فتح 18 سفارة من سفارات الولايات المتحدة 19 التي أغلقت هذا الشهر بسبب مخاوف من احتمال وقوع هجمات إرهابية. قتل 60 شخصا وأصيب أكثر من 200 في سلسلة انفجارات استخدمت فيها سيارات مفخخة استهدفت العاصمة العراقية بغداد أمس. وذكر مصدر في الشرطة العراقية أن 9 سيارات مفخخة استهدفت أحياء عدة منها القاظمية والعامل والشعب وبغداد الجديدة والبياع والشعلة والحرية ومحافظة صلاح الدين. مصدر في شرطة محافظة واسط قال إن قوة من جهاز مكافحة المتفجرات فككت سيارة مفخخة محملة بكميات من المتفجرات كانت مركونة في شارع بقضاء صويرة من دون تسجيل أي خسائر. هذا واستنكرت الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي وقعت في بغداد أمس. ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين باساكي في تعليق لها نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، وصفت مدبري الهجوم بأنهم أعداء الإسلام وعدو مشترك للولايات المتحدة والعراق والمجتمع الدولي، وأكدت استعداد بلادها للتعاون الوثيق مع الحكومة العراقية لمواجهة الخطر الآتي من تنظيم القاعدة في العراق وغيره من التنظيمات الإرهابية. قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي أن يحل محل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤقتا وزير الحرب الإسرائيلي موشي يعلون بعد دخول نتنياهو ليلا إلى المستشفى لإجراء عملية في بطنه. ووافق أعضاء الحكومة على هذا الإجراء من خلال جولة اتصالات هاتفية أجراها معهم أمين عام مجلس الوزراء. الفنانة العالمية باتريسيا كاس غنت إديث بياف في بيت الدين الليلة الماضية. تحقيق للزميلة دارين شاهين. بعد زيارتها لبنان منذ 19 عاما الفنانة العالمية باتريسيا كاس تعود إليه لتغني إديث بياف في بيت الدين.
كاميرا الجديد زارتها في مكان إقامتها، وكان لقاء طويل ومفصل نعرض عليكم قسما منه. Passant par le Royal Albert Hall de Londres, le Carnegie Hall de New York et l'Olympia à Paris, vous êtes aujourd'hui au Liban, à Beit Din surtout. Pourquoi Beit Din et le Liban ? Quelle est cette relation entre Patricia Cass et le Liban ? Et c'est vrai que quand je suis en France, très souvent, voilà, il y a des gens qui viennent du Liban, qui me disent « on vous aime beaucoup là-bas, pourquoi vous venez pas ? Pourquoi ?» Et bon, il y a 19 ans, j'étais là, mais c'était très différent. En 94, n'est-ce pas ? Oui, il y a... Oui, je ne sais plus exactement, mais ça doit être ça. C'était, c'était assez impressionnant parce que c'était un pays quand même en guerre. Je me souviens Vous n'avez pas peur ? Quand on est jeune, on est innocent, on fait des choses et on ne réfléchit pas. Et puis là, il se fait que ça a pu se faire et on est tous contents d'être là. Et j'espère pouvoir... alors là, c'est vrai que c'est un hommage à Édith Piaf, donc je chante les chansons uniquement d'Édith Piaf. Et j'espère pouvoir, sur la prochaine tournée, où je chanterai à nouveau mes chansons... pouvoir revenir, ce sera bien. يبقى عليكم الانتظار لليلة الثلاثاء لمعرفة ماذا أخبرتنا كاس عن مسيرتها التمثيلية، وبالتأكيد مشاهدة إطلالتها على خشبة بيت الدين. من الفور سيزن، دارين شاهين، قناة الجديد. كان في عناوين هذه النشرة: تتبع حركة الاتصالات للوصول إلى خاطفي التركيين، ولا صحة لإجراء اللبنانيين من تركيا، الراعي كل شيء في لبنان مؤجل، واشنطن تعيد فتح سفاراتها. في الختام، شكرا وإلى اللقاء.